كما تعلمون بالأمس كان من المقرر أن يتم عقد اللقاء المصغر إلى اللجنة الدستورية المؤلفة. هذه اللجنة مصغرة من 45 عضوا تمثل المجتمع المدني الأساس والحكومة السورية والمعارضة، ولكن لم يعقد الاجتماع بسبب الخلافات التي ظهرت، وكنا نتوقع هذه الخلافات لأن هذه اللجنة الدستورية بالأساس تم تشكيلها من أجل إنقاذ ربما المنظمة الدولية أو لنجاح للمبعوث الجديد، لأنها تم تعيينها وتشكيلها ضمن إطارات ثلاثة دول راعية هي روسيا وتركيا وإيران، وبعيدة حقيقة عن تمثيل الشعب السوري بشكله الحقيقي. وهذه الأسباب التي تم فشل اللقاء الأول هي إشارات ومؤشرات ودليل لعدم استطاعة هذه اللجنة أن تقدم شيء أو تقدم خلال المرحلة القادمة، لأنها كما ذكرت تمثل حقيقة أجندات ومصالح دول لا تمثل مصالح الشعب السوري. نحن في مجلس سوريا الديمقراطية دائما كنا نقول نحن مع الحل السياسي في سوريا، ونحن مع تقديم أو العمل لكتابة دستور جديد لكل سوريا، ولكن يشارك به كل السوريين. كان من المفروض أن يعقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين، وتنبثق عن هذا المؤتمر الوطني جمعية عمومية تعمل على تأسيس لجنة دستورية ويكتب الدستور السوريين بعيدا عن ضغوط الدولية. ولكن ما يحصل الآن هو العكس تماما، هناك لجنة مزمعة وموجودة في الخارج ولكنها تخضع لإرادة وضغط دولي ومصالح دولية. على بعيدا عن ذلك أيضا هناك إبعاد حقيقة الواقع القوى الواقعية الموجودة على الأرض المتمثلة بمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث لم يتم حتى أثناء مداخلة السيد بيدرسون على أمام مجلس الأمن حول نجاح اللجنة الدستورية وعملها، هو ركز على الأشخاص أن الكزبري نجح ويشكر الكزبري ويشكر الهادي البحر، ولكن لم يقدم شيء جديد. وأيضا كان منزعجا وغاضبا وقلقا من تعرض المدنيين في إدلب إلى القصف، ولم يتطرق إلى تعرض المدنيين في شمال وشرق سوريا من العدوان التركي والقصف التركي. وهذه حقيقة نراها إشارات مقلقة بالنسبة لنا كشعوب، لأن هناك مقاييس مختلفة للنظر إلى الأزمة السورية. هم ينظرون إلى جزء من الأزمة السورية، لا ينظرون إلى كل الأزمة السورية. فهذه الحلول الجزئية أعتقد هي لن تؤدي إلى حل الأزمة السورية، وخصوصا ما يتعلق بالدستور. صحيح أن القرار 2254 هو يتضمن أحد سلاله هي اللجنة الدستورية، ولكن كيف يتم كما ذكرنا سابقا العمل على صياغة الدستور أو كتاب الدستور أو حتى تعديل الدستور في ظل ظروف احتلال؟ هناك مناطق محتلة، هناك حالة توتر، هناك انقسام ضمن المجتمع السوري حول هذه اللجنة. اللجنة الموجودة الآن هي تم تعيينها بضغوط دولية، كل مجموعة تم تعيينها بضغط دولي عدا بعض الشخصيات في المجتمع المدني الذي تم ضمن كفاءتها وضمن مهنيتها. على هذا الأساس نحن لا نرى نجاح يلوح في الأفق لهذه اللجنة، وخصوصا في ظل هذه التطورات الأخيرة في سوريا. هناك انسحاب أمريكي، هناك تبادل أدوار، هناك مناطق نفوذ جديدة، هناك عدوان واضح وصريح واحتل مساحات جديدة من سوريا. كيف هو الوضع في جرابلس وعزاز والباب وعفرين وإدلب والمناطق التي احتلت في سريكان رأس العين وتل أبيض؟ يجب بالمرحلة الأولى من المجتمع الدولي إيقاف الاحتلال التركي والقضاء على الإرهاب الذي ما زال موجود على شكل خلايا نائمة، ومن ثم العمل كما ذكرت على عقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين ينبثق عنه جمعية عمومية. من الممكن أن تشكل لجنة دستورية تكتب دستور يكتبه السوريين بعيدا عن الأجندة الخارجية. نحن نتمنى خلال المرحلة القادمة أن يتم إعادة النظر في صياغة عمل المبعوث الأممي وعمل مجلس الأمن والمنظمة الدولية التي نراها أصبحت حقيقة تمثل سياسات الدول. هناك إبعاد دولي، حتى هناك ثلاث دول هي التي تدخل في عمل اللجنة الدستورية ومتناسية الدول الأساسية اللاعبة في الأزمة السورية. على هذا الأساس نحن لا نرى بصيص أمل في هذه اللجنة، ستكون كسابقاتها كما حصل ماراثون لجنيف والأستانات، سوف لن يفضي عن حل لأنه بعيد عن الواقع. ونحن كسوريين نرفض أن يكون هناك كتابة دستور حقيقة أو تعديل دستور وهناك جزء كبير مبعد من هذه اللجنة. إن كان هناك جدية وهناك عمل يجب إعادة صياغة هذه اللجنة من خلال مشاركة القوى الفاعلة على الأرض بعد أن يتم كما ذكرت إنهاء العنف. هناك حرب ما زالت في سوريا حتى هذه اللحظة. كيف يتم عرض هذا الدستور للاستفتاء الشعبي في ظل وجود أكثر من 4 ملايين من المهجرين وأكثر من النازحين في مخيمات وحرب؟ كيف يتم عرض هذا الدستور على الاستفتاء في ظل هذه الظروف الصعبة؟